سيارة كهربائية بتصنعها شركة فينوس بلبنان. شركة فينوس بلشت أول شيء بتصنيع دراجات هوائية للولاد الصغار. كواترو سيارة منا معقدة أبداً، صيانتها كتير هينة لأنه أنجأ فيها قطع ميكانيكية، الموتورات تبعتها دايركت درايف، فيها موتورين كهرباء بتبريد برانيات، المدى تبعولها 20 كيلومتر. بالفرسيون الجاية رح نزيد لها دعويسات بمشو دينامو، والدينامو بشريط بطارية تنزيد لها المدى تبعولها. الهيكل تبعولها خشبي 80% و20% ستانلس ستيل، رح يصير في هيكل تاني 100% ستانلس ستيل كمان.